نشرة العراق وسوريا من الميادين. السلام عليكم وإلى عناوينها. الميادين في وسط حمص القديمة بعد خروج المسلحين منها والمساعدات في طريقها إلى بلدتي نبل والزهراء. استهداف الآثار التاريخية في سوريا متواصل والمسلحون يفجرون فندق الكارلتون الأثري. نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي دولة كانت، كما نرفض أن نتدخل في شؤونهم الداخلية. المالكي يجدد تمسكه بتأليف حكومة الأغلبية والمشاورات متواصلة بين التيارات السياسية لرسم معالم مرحلة ما بعد الانتخابات. سوريا اليوم عاشت مشهدين، مشهد استكمال اتفاق حمص بأبعاده الإنسانية والحياتية، ومشهد تفجير فندق الكارلتون بتفاصيله المدمرة، ليس فقط للحجر وإنما أيضا للتاريخ والحضارة الإنسانية. في المشهد الأول تم استكمال تنفيذ ما اتفق عليه مع المسلحين في حمص برعاية دولية. خرج المسلحون من المدينة وتم تأمين الطريق لنقل المساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء وإطلاق سراح المختطفين. على جبهة حلب المشهد اختلف تماما. مسلحو الجبهة الإسلامية يفجرون فندق الكارلتون الأثري مع سقوط العديد من القتلى والجرحى، ليعود إلى الواجهة استهداف الجماعات المسلحة للآثار والمباني التاريخية، ومعه استهداف حضارة عمرها آلاف السنين. أما في الملف العراقي وفي انتظار ما ستعلنه المفوضية المستقلة للانتخابات من نتائج، تتواصل تحركات الأحزاب والتيارات السياسية لرسم معالم أو ملامح المشهد السياسي المقبل للعراق. وما بين تحركات الأحزاب وانتظار النتائج يطل رئيس الوزراء المالكي ليجدد تأكيده تأليف حكومة أغلبية سياسية. وقبل أن الدخول في الملفات نتوقف مع موجز لآخر الأنباء مع الزميلة رولا بحسون. رولا مساء الخير وتفضلي. مساء الخير لك دينا. مشاهدينا السلام عليكم. قبل يوم من الاحتفال بذكرى النصر في روسيا، أجرت موسكو تدريبات عسكرية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، شملت تمارين نووية وإطلاق صواريخ باليستية بإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. موسكو كشفت أن أوكرانيا حشدت 15,000 جندي على حدودها الغربية، فيما أعلنت كييف استمرار الأعمال العسكرية شرق البلاد سواء كان هناك استفتاء أم لا. اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال حملة دهم في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي شن حملة دهم وتفتيش واسعة في الخليل وفي عقرب جنوب نابلس وفي البيرة. قالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني إن الجيش سيطر على مدينة عزان بمحافظة شبوة جنوب البلاد. مصدر عسكري قال إن وحدات عسكرية وأمنية بالتعاون مع اللجان الشعبية تمكنت من إحكام السيطرة على المدينة بعد معارك مع مسلحي القاعدة، وأضاف إنه جرى تطهير المدينة بالكامل من المسلحين وأن الأمن والاستقرار يعودان تدريجيا إلى المنطقة. قتل 8 عسكريين بانفجار وقع في إقليم وزيرستان شمال غرب باكستان. بيان للجيش أشار إلى أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة في منطقة غلام خان. أعلنت حركة طالبان الأفغانية عن بدء عملية الربيع مطلقة عليها اسم خيبر. الحركة اعتبرت أن المستهدف الأول من هذه العمليات هو القوات الأجنبية والمتعاونون معها من الأفغان، ثم القوات الأمنية الأفغانية. ختام الموجز، أعود إليك دينا. شكرا لك رولا. إذا أفاد مراسلنا في حمص بخروج حافلات تقل مجموعات من المسلحين باتجاه الدار الكبيرة. كاميرا الميادين جالت في المناطق التي دخلها الجيش السوري، وأفاد مراسلنا بدخول الجيش إلى شارع شكر القواتلي بحمص القديمة وإلى ساحة الساعات الجديدة. وفي سياق تنفيذ الاتفاق انطلقت قافلة المساعدات باتجاه مدينتي نبل والزهراء بريف حلب.
وفي السياق ذاته، وصلت الدفعة الثانية من المختطفين لدى المجموعات المسلحة إلى ريف اللاذقية، وسيجري نقلهم إلى مدينة اللاذقية عبر الهلال الأحمر السوري. الجبهة الإسلامية عرضت مشاهد لما قالت إنها تعود لتسليم عناصرها الجيش السوري جنودا كانت قد اختطفتهم، وأن هذه الخطوة جاءت في إطار اتفاق حمص القديمة، وأضافت بأن الجنود المفرج عنهم تم تسليمهم للجيش السوري في حلب. آخر التطورات من حمص القديمة، وفي حمص القديمة ينضم إلينا من حمص مراسلنا طارق علي. طارق، ما الجديد لديك وآخر التطورات؟ تفضل. نعم دينا، ما زال خروج المسلحين مستمرا من المدينة القديمة. بلغ تقريبا عدد المسلحين الخارجين حتى هذه الساعة أكثر من 1200 مسلح. المصادر الرسمية تقول أن عدد المسلحين المتبقين بين 100 إلى 200 مسلح سيتم إخراجهم في الساعة المقبلة. حكما المصادر الرسمية هنا تؤكد أن المدينة القديمة ستعلن آمنة بشكل نهائي اليوم. طبعا أيضا هذا ما أكده السفير المقيم للأمم المتحدة لنا قبل قليل، تستمر عمليات إخراج المسلحين. قبل قليل كنا قد تمكننا من الاقتراب إلى النقطة التي يتم بها إخلاء المسلحين. هناك موجود مراقبين من الأمم المتحدة وأيضا ضباط الجيش السوري على مسافة أبعد بقليل. الباصات تتجمع في المنطقة القريبة من مسجد خالد بن الوليد. المسلحين على دفعات يصعدون إلى هذه الباصات. آخر دفعة توجهت ربما تكون الآن قد وصلت إلى الدار الكبيرة شمال حمص. كما قلت لك، في الساعة المقبلة سيكون خروج بقية المسلحين بشكل كامل من المدينة القديمة دينا. طيب طارق، نستطيع أن نقول أنه في الساعة المقبلة وبخروج كافة المسلحين من المدينة القديمة نستطيع أن نقول بإعلان المدينة منطقة آمنة، صحيح؟ نعم دينا، بالفعل سيتم اليوم بحسب المصادر هنا إعلان مدينة حمص القديمة منطقة آمنة، وبالتالي إعلان حمص المدينة أيضا آمنة بشكل كامل. الآن بدأت، يعني أيضا كان يمكننا الملاحظة قبل قليل، بدأت عمليات العزل الفعلي لمحيط حمص القديمة تمهيدا لدخول فرق الهندسة لتمشيط حمص القديمة، نزع الألغام والعبوات. يوم غد سيكون هناك كما أفادتنا المصادر دخول للوجهاء واللجان المصالحة لمعاينة حمص القديمة وتقييم حجم الدمار. أيضا زار أيضا هذه المنطقة التي وصلناها قبل قليل عدد من المسؤولين في مدينة حمص وعدد من الصناعيين السوريين ليطلعوا على حجم الدمار، ليقوموا بإعداد ربما تقارير تتحدث عن وضع هذه المنطقة، سيما أنه حيث نقف نحن الآن تماما هنا في مداخل حمص القديمة، هذه المنطقة هي وسط سوق المدينة، السوق الذي كان عصبا للحياة الاقتصادية في المدينة قبل أن تدخله المعارك منذ أكثر من عامين. اليوم نحن الآن نستطيع الوقوف بأمان كامل في هذه النقطة. أعداد المسلحين في الداخل أصبحت قليلة جدا، يتم الآن خروجهم جميعا على دفعات. لم يسجل هناك أي خرق للهدنة منذ أن بدأت التسوية في مدينة حمص. نعم دينا. طيب طارق، يعني أفهم منك بأنك تقف الآن في وسط حمص القديمة. نعم، في وسط حمص القديم أنا الآن أقف بين تقاطع عدة شوارع رئيسية، هي شارع الدبلام مع جورة الشياح وشارع عبد الحميد الدروبي. ولكن دينا هناك معلومة أريد أن أقولها، قبل قليل أيضا كان يمكننا مشاهدة أعمدة كثيرة من الدخان تتصاعد في سماء حي القصور تحديدا. كان المسلحون أيضا قد أقدموا على إضرام أو استكمال إضرام النيران في المراكز العائدة لهم. تقول المصادر هنا بأنهم يعملون على ذلك لإخفاء وثائق ربما حين دخول الجيش كان سيعثر عليها ويصل إلى أدلة مهمة ربما. طبعا كما تقول المصادر الرسمية هنا في المدينة دينا، طبعا آخر دفعة نحن شاهدناها خرجت من حمص القديمة كانت هي الدفعة القادمة من حي القصور والتي اتجهت إلى الباصات. طبعا كان جميع المسلحين الخارجين ملثمون بشكل كامل، أخفوا معالمهم، صعدوا إلى الباصات مع سلاحهم الفردي الخفيف. طيب طارق، طبعا أيضا دينا أريد أن أقول أنه يوم أمس خرج حوالي 1000 مسلح، بين هؤلاء طبعا 1000 شخص من حمص القديمة، بينهم فقط 50 مدني، أما البقية 950 هم مسلحون. إذا طارق علي مراسل الميادين من قلب حمص القديمة كما ذكرت، سنكون معك فور ورود أي جديد، شكرا لك. سفير الأمم المتحدة المقيم في سوريا يعقوب الحلو قال في تصريح للميادين إن قافلة المساعدات الإنسانية في طريقها إلى نبل والزهراء، وأن هذا الاتفاق سيفتح الطريق لإيصال المساعدات إلى كافة المناطق الشمالية لسوريا. القافلة الآن في تحرك مستمر في اتجاه مش فقط نبل والزهرة،
وإنما 8 قرى في ريف حلب الشمالي. ونتمنى إنه هذه الأيام والساعات المباركة اللي فيها توافق سوري سوري يمكننا من مواصلة هذه الجهود الإنسانية في الفترة القادمة. الاحتياجات ضخمة، القافلة مستمرة الآن، ونتمنى إنها تصل إلى كل القرى 8. ولكن كبداية اليوم نحن هدفنا إنه نصل إلى كل المنطقة الشمالية وباستمرار، مش لمرة واحدة فقط. رئيس غرفة الصناعة في حمص لبيب إخوان أكد ضرورة مشاركة كل الفعاليات الاقتصادية لوضع خطط إسعافية سريعة لإعادة إعمار حمص القديمة. إن شاء الله كما كانت حمص للأسف الشديد ساحبي للأزمة، أن تكون ساحبي للحل. وإن شاء الله نحن متواجدين على سدة الموقع، راح نكون نحن ومجموعات مهمة من فرق عمل الدولي بكل المديريات وعلى رأسها السيد المحافظ، بأنه تنحط خطط واقعية سريعة إسعافية لحتى هالناس فعلا ولو بقيان مثل ما يسمى أطلال، لكن بيظل الإنسان متعلق بجذوره ومتعلق برزقه. ومن حمص ينضم إلينا محافظ حمص السيد طلال البرازي. سيد طلال، ذكرت حضرتك اليوم بأنه سيتم الإعلان عن حمص القديمة كمنطقة آمنة اليوم، هل ذلك يعني أننا على بعد وقت قليل جدا من إعلان تلك المنطقة منطقة آمنة وبالتالي تنفيذ الاتفاقية بكافة بنودها؟ بالتأكيد، أولا أريد أن أقول أنه لا يوجد هناك بالمعنى العملي اتفاقية. نحن في إطار تفاهم وفي إطار تسويات وفي إطار إجراءات، لا يوجد اتفاقية في معنى البنود والشروط. هناك هدف نهائي وهو إخلاء المدينة القديمة من السلاح والمسلحين، وبعد ساعة أو ساعتين من الآن نستطيع أن نؤكد أنه لم يبقى داخل المدينة القديمة أي مسلح ولا مسلحين، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أننا في مرحلة إعادة دراسة الواقع الآن على الأرض وتأمين بعض الممرات المطمئنة بسبب وجود بعض المناطق اللي فيها ربما متفجرات ربما ألغام. ستقوم سرية الهندسة بالتفتيش ومن ثم نستطيع فتح الطرقات الرئيسية التي توصل الأحياء المركزية في وسط مدينة حمص، وخصوصا في المنطقة التي تمتد من الساعة الجديدة إلى الساعة القديمة إلى طريق حماة. طيب، عدد المسلحين لو كان بالإمكان أن نعرف، أو هل من إحصاء محدد لعدد المسلحين الذين خرجوا من حمص القديمة حتى الساعة؟ بالأمس خرج 980، اليوم تجاوز العدد 700 حتى الآن، يمكن أن يصل إلى قرابة العدد اللي كان بالأمس حوالي 900 أو 950، لكن حتى الساعة لا نستطيع أن نعطي رقم دقيق. نستطيع أن نؤكد أن الأعداد هي أقل من 2000، تنتهي بعد أقل من ساعة أو ساعة ونص، ونستطيع أن نثبت الرقم النهائي اللي خرج من المدينة القديمة. طيب، سؤال سيد طلال، يعني أثناء إخراج المسلحين من حمص القديمة، هل تم رصد وجود أي من المدنيين أو ربما عائلات كانت لا تزال داخل المدينة القديمة؟ نعم، أكيد بالأمس خرج عدد من المدنيين، من بينهم 5 أطفال و4 نساء. هؤلاء ربما عائلة لبعض المسلحين اللي كانوا موجودين ومستمرين، خرجوا مع بعضهم البعض، لكن بالشكل العملي لا يوجد مدنيين. فينا نقول أنه أكثر من 98% 99% هن مسلحين، أما المدنيين فقد خرجوا منذ فترة في اتفاق آخر كان قد تم مع فريق الأمم المتحدة، وتم تأمين خروج آمن لهم وتأمينهم خارج المدينة القديمة. وأنا أعتقد أننا بدأنا منذ ذلك الحين بما تم اليوم، لأن الحلقات كانت تتوالى في الأسابيع الأربعة الماضية. خرج أكثر من 750 مسلح سلموا أنفسهم للجهات الأمنية والشرطة، وتم
تم تسوية أوضاعهم، التحقوا في مراكز الإيواء كمركز الأندلس، وتم تأهيلهم بمفهوم الرعاية اللاحقة والدعم النفسي، والتحقوا وعادوا إلى حياتهم الطبيعية بنسبة كبيرة. بعتقد أن هذه المرحلة هي تتمة للمرحلة السابقة، ولن نقف هنا، أمامنا أيضا خطوات أخرى قادمة. في الأسبوع القادم سنبدأ العمل على أجواء جديدة من المصالحات والتسويات تشمل حي الوعر، نتمنى أن تكلل بالنجاح. المناخات اليوم إيجابية، التسويات وضعت حلول لكل المسائل العالقة في مسألة الحساسية التي تأثرت في مفهوم تعزيز الثقة. المواطنون السوريون تلقوا بما في ذلك المسلحين تلقوا إشارات واضحة بالفترة الماضية من أن الدولة فتحت يديها وذراعيها وقلبها بمفهوم عقل الدولة ومنطق الدولة لتكون هي الراعية لكل أبنائها، وتسامحت وتجاوزت بعض النقاط من أجل إعادة اللحمة الوطنية وتأمين عودة آمنة للمسلحين الذين طلبوا تسوية أوضاعهم بالفترة الماضية وعادوا مطمئنين إلى حياتهم الطبيعية. طيب السيد طلال، بخصوص النقطة اللافتة التي تحدثت عنها عن حي الوعر وإمكانية أن يكون هناك تسوية في حي الوعر، هل تم التواصل مع المسلحين هناك في حي الوعر وهو من أحياء حمص أيضا؟ التواصل يتم من خلال اللجان المحلية وبعض الوجهاء، وهو لقاء سوري سوري، لذلك يتسم بالوضوح والشفافية والصراحة والتسامح والإيجابية، وأن الدولة التي خططت إلى أن تؤمن لكل الأبناء فرصة طيبة وعودة كريمة إلى حضن الوطن لابد أن تستمر، وعطت آثار إيجابية. ونحن في الوعر نستطيع أن نؤكد أننا بدأنا في الأسبوع الماضي، تم تسوية أوضاع 54 شاب من الوعر، سلموا أسلحتهم، ولكن الوعر يحتاج إلى جهد إضافي وإلى عمل دؤوب، ونحن في هذا الإطار نؤكد أننا في الأسابيع القادمة قد نشهد عودة آمنة ومستقرة أيضا لحي الوعر. حي الوعر حقيقة لا يشبه حمص القديمة بشيء، حي الوعر مستقر، حي الوعر وضعه العام مقبول، لكن هناك صعوبة في انسياب البضائع والمواد الغذائية في بعض المناطق. هناك أكثر من 300 ألف نسمة من المواطنين الذين هجروا من أحياء المدينة القديمة، ومنهم في بالأصل موجودين في حي الوعر، موجودون الآن في حي الوعر، وهناك عدد من المسلحين أيضا موجودين في حي الوعر، لذلك حي الوعر معالجته أعتقد أنها ستكون إن شاء الله أبسط بكثير من المعالجة التي تمت في أحياء المدينة القديمة، وأتوقع أن يكون هذا الموضوع في القريب العاجل. يعني نحن نأمل ذلك أيضا سيد طلال، لكن بخصوص هذه النقطة عن حي الوعر، ما هو دور الأمم المتحدة؟ وهل يعني السؤال، هل لها أيضا دور فيما سيحدث أو في التسوية التي ستحدث في حي الوعر، وتقول بأنكم بدأتم بها؟ الأمم المتحدة حقيقة ليس لها دور رئيسي في هذا الموضوع على الإطلاق. بدأت مشاركة الأمم المتحدة لنا بالمعالجة منذ حوالي أكثر من شهرين، عندما بدأنا في معالجة حماية المدنيين وإخراجهم من خارج المدينة القديمة. نعم، واستمرت معنا باعتبار أن مناطق كثيرة تعتبر مناطق الساخنة تحتاج إلى إيصال المواد الإغاثية والدوائية والحاجات الأساسية، لذلك موضوع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تعمل في إطار الأمم المتحدة، هذا الأمر طبيعي نعيشه كل يوم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتداخل المشكلة بالمناطق الساخنة مع تأمين المواد الإغاثية في كل المناطق حقيقة يحتاج إلى دور الأمم المتحدة. أما في إطار المصالحات والتسويات لا دور للأمم المتحدة في هذا الموضوع، والموضوع هو أبسط من الحاجة
بحاجة إلى دور أممي. نحن كسوريين لا يوجد لدينا مشكلة بأن نتواصل حتى ولو كان هناك اختلاف، الاختلاف ليس مشكلة، المهم أننا يجب أن نحمي بعضنا البعض، يجب أن نحقن الدماء، يجب أن نعيد المصالحة والتسوية من أجل إعادة اللحمة الوطنية لأبناء هذا الشعب. كما هي معروف أن سوريا هي موزاييك، هي نسيج، ونريد أن نعيد هذا النسيج كما كان على قاعدة وطنية. طيب سيد طلال، نسأل يعني عن حي الوعر، ما بعد حي الوعر، هل أيضا يعمل أو هناك تفكير في تسويات مشابهة في مناطق أخرى ربما من حمص أو حتى من ريف حمص أيضا؟ دعيني أؤكد لك أن القيادة والحكومة ترعى كل الأعمال التي تؤدي إلى تسويات ومصالحات، ونحن عملنا على هذا الأساس منذ فترة طويلة، والتسويات موجودة في كل مكان. ربما التركيز على حمص القديمة في الإعلام أو تاريخ حمص القديمة الذي مضى عليه أكثر من عامين جعل أن تكون تحت الضوء، أما أننا في مناطق أخرى أجرينا الكثير من المصالحات والتسويات. نعم. ونحن حتى في إطار من خرج من المسلحين اليوم كنا نتحاور معهم حول كيفية تسوية أوضاعهم عندما ينتقلون إلى مكان آخر، وهم كما تعلمين هم على خلاف، حتى البعض منهم من سمح له بحمل السلاح لينتقل لمكان آخر، الهدف من أن يترك السلاح معه كانوا هو القلق من المكان الذي ذهب إليه. نعم. طيب في شمال حمص هناك داعش والنصرة وجبل الإسلامية، وهناك تقاتل فيما بينها. طيب سيد طلال، سؤال أخير وباختصار لو سمحت. منذ قليل كان معنا رئيس غرفة الصناعة في حمص السيد لبيب أخوان، والذي أكد ضرورة مشاركة كل الفعاليات الاقتصادية لوضع خطط لإعادة إعمار حمص. يقول مراسلنا أيضا بأن هناك خطط لإعادة إعمار حمص بشكل فوري، يعني فور تنفيذ هذه الاتفاقية وخروج المسلحين من المدينة القديمة. ماذا في ذلك؟ يعني ما هي المعلومات حول ذلك؟ في تفاصيل ذلك تفضل. نعم، أولا من حيث المبدأ خطة الحكومة موجودة باتجاه إعادة الإعمار، توجيهات رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية في هذا الإطار تأتي في اتجاهين، الأول العمل بخطط إسعافية لتأمين الخدمات الأساسية والبنى التحتية لبعض الطرق الرئيسية بعد أي تحرير لأي منطقة، الخطة الثانية هي وضع مشاريع إعادة الإعمار وفق معطيات وأسس تأخذ بعين الاعتبار العمل على إيجاد حلول دائمة والاستفادة من الإجراءات التي لها علاقة بإعادة الإعمار وإعادة البناء بصيغ عمل تعيد الحياة العمرانية والسكانية والخدمية لكل منطقة بشكل جيد، ونحن قد باشرنا في هذا الموضوع. نعم، إذا السيد طلال البرازي، نحن نعتذر لضيق هذا الوقت، نأمل أن تتم كل التسويات في حمص وفي غير حمص أيضا وأن تكون سوريا منطقة أمينة. السيد طلال البرازي محافظ حمص، شكرا لك. إلى حلب، حيث استهدفت الجماعات المسلحة فندق الكارلتون الأثري ونسفته ما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل. الجبهة الإسلامية تبنت التفجيرات، فيما قال المرصد السوري المعارض أن الكتائب الإسلامية استعملت كمية كبيرة من المتفجرات في نفق حفرته أسفل فندق الكارلتون. التفجير أدى إلى تدمير ما تبقى من الفندق وانهيار أبنية عدة في محيطه، وعقب الانفجار اندلعت اشتباكات بين الجيش السوري والعناصر المسلحة. ومن حلب ينضم إلينا الصحفي خالد سكيف. خالد، لو أطلعتنا على آخر تطورات وحيثيات التفجيرين في فندق الكارلتون في حلب، تفضل. نعم، هزم في جيران صباح اليوم مدينة حلب وقعا في محيط حلب، استهدف فيها المسلحون فندق الكارلتون وسوق السويقة عبر تفخيخ أنفاق بأطنان كبيرة من المتفجرات، أدى إلى تدمير الفندق بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة في محيط موقع التفجير، واستشهاد ما يقارب 14 بين شهيد وجريح من الجيش السوري والشرطة. التفجيران في الحقيقة وقع بتزامن مع محاولة تسلل للمسلحين من جامع الخسفية الخاضع لسيطرة المسلحين جنوب القلعة إلى المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في محيط القلعة.
في الحقيقة نجح الجيش السوري التصدي لهذا الهجوم. أيضا هذا التفجير يعد هو الأعنف من بين التفجيرات التي استهدفت فندق الكارتون خلال الأشهر الماضية الأخيرة. إليك. نعم، إذا خالد سكاف سنكون معك فور ورود أي تفاصيل. شكرا، حدثنا من حلب. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع واستهداف الأماكن التاريخية في سوريا، معنا عبر الهاتف من باريس السيد بسام منصور، وهو من القسم العربي في منظمة اليونسكو. سيد بسام، نسأل بداية، التحركات التي تقوم بها المنظمة لدرء هذه المخاطر، هو ليس الاستهداف الأول لأماكن أثرية في سوريا وربما لن يكون الأخير، تفضل. الحقيقة أن اليونسكو منذ اندلاع الأزمة في سوريا في العام 2011 وجهت انذارات وتحذيرات كثيرة إلى مختلف فرقاء والأسرة الدولية بشكل عام، لافتة النظر إلى مسألة التراث الثقافي السوري وضرورة الدفاع عنه، ضرورة الدفاع عنه بحيث من حيث كونه كتراث على الأرض، وضرورة الدفاع عنه من حيث منع الإتجار غير المشروع في التراث الثقافي السوري، وخصوصا القطع الأثرية التي تهرب من هذه المواقع إلى خارج سوريا تباع في الأسواق الدولية. وقد أصدرت المديرة العامة والأمين العام للأمم المتحدة إلينا بوكوفا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الأخضر البراهيمي بيانا مشتركا يحذرون فيه من مغبة المصائب التي تصيب التراث الثقافي السوري، خصوصا المواقع الثقافية السورية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وهي آثار تمتد إلى يمتد بعضها إلى بداية التاريخ الذي نعرفه الإنسانية. نعم. ونعتقد أن تدمير هذا التراث أو الإساءة إليه هو تدمير بالتراث الثقافي الإنسانية بصورة عامة. نعم، لكن سيد بسام، اليوم هذا التاريخ أو هذه الحضارة التي تمتد إلى أكثر من 2000 عام تدمر اليوم على يد جماعات متطرفة، هل ستبقى تحركاتكم ضمن التحذيرات؟ في السابق عندما هدم تمثال بوذا في أفغانستان كان هناك استنفار دولي، لماذا اليوم لا يكون هناك استنفار دولي ضد ما ينفذ في سوريا من تدمير للتاريخ وتدمير الحضارة؟ لا، بدون شك هناك استنفار دولي كبير في شأن التراث الثقافي السوري، وقد قمنا بأنشطة كثيرة عبر الأردن وعبر لبنان وعبر تركيا. إن هذه الأنشطة ملموسة، وأننا بهذا الصدد في سيرورة عمل مستمرة ومتواصلة، ولكن الذي يحصل في سوريا اليوم مختلف عن الذي حصل في بنيان بالأمس. إن الذي يحصل في سوريا اليوم إن هناك معارك وقتال، وإننا ندعو كل الفرقاء إلى تجنيب هذه المناطق الأثرية القتال، سواء كان من المعارضة أو من الحكومة، لأن إدخال هذه المناطق في 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 صلب المعارك هو أمر يسيء إليها مباشرة. إن الذي حصل في بنيان، لقد قمنا بالخطوة التالية في بنيان بعدما استطاعت الحكومة الأفغانية أن تتيح المجال للعمل من أجل إعادة ترميم أثار بوذا ببنيان، ولكن الذي يحصل اليوم في سوريا من المستحيل أن تقوم الأسرة الدولية بأي عمل مباشرة في مجال الترميم والصيانة طالما هناك معارك بين الأطراف المختلفة. إذن مسؤول الإعلام في العالم العربي بمنظمة اليونسكو حدثنا من باريس السيد بسام منصور، شكرا لك. كثير من العائلات الحلبية تعيش عند خطوط التماس والجبهات بعدما اجتاحت مدينتهم المعارك منذ عامين. العيش في هذه المناطق يعني الاستعداد لمواجهة الموت يوميا وأحيانا لخسارة أحد أفراد العائلة. يوارى محمود في الثرى، لا ذنب له سوى أنه يسكن مع عائلته على خطوط التماس في حي الأشرفية في حلب، فهنا لا يرحم القناص أي هدف أمامه. والله يا ابني إجاح البيت اتغدى
بعد ما تغدى لعب مع ابنه ولا أسمع ابنه وحكى مع ابنه ولا قال لي يا يوم أنا رايح على شغلي قبل المغرب شي بربع ساعة. حمل حوله وطلع، طلع بعد ما طلع ولا ما سمعت إلا صوت القناص، طلعت 4-5 ضربات طق 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 ورا بعض. رقدنا زتنا حالنا ولا لقينا بتلقح في الأرض. الأمن وحده بات هاجس العائلات في سوريا. عائلة أبو بكر نزحت وهي إحدى العائلات التي عاشت ويلات المواجهات، هربت بحثا عن السكينة فعلقت عند خطوط النار. لزع الرصيف ضرب القناص، سواه مصيد له سيضرب عليه رشان. هذه الفتح في الجدران أو ما يطلق عليها التلاقيات أصبحت ممرا للعائلات خوفا من رصاص القناصة لتصبح جزءا من حياة السكان هنا، لأن غيرها من المعابر قد لا يصل المرء إلى نهايته. عائلات نزحت وفقدت عملها حتى إنها لم تعد قادرة على دفع إيجار السكن البديل. صلنا سنة وشهر تقريبا هو أجل ابن الحلال عطانا الحوش بركنا فيها، اللي يكون هذا ما معي 5 رقاط ما معي أدفع إيجارنا. خطوط تماس وفتح مصطلحات لم يعهدها السوريون من قبل، أملهم أن تنتهي الحرب قريبا لإعادة رسم خطوط المحبة بدلا من خطوط الموت. تعقد الدول الأوروبية التسعة المعنية بنحو كبير بملف المقاتلين الأجانب في سوريا تعقد اجتماعا في بروكسل لدراسة سبل مواجهة التطرف في حال عودة هؤلاء المقاتلين. خطر وجود معاقل لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا حذرت منه وزيرة الداخلية البلجيكية جوال ملكيه. التفاصيل مع غدي غنطوس. السلام عليكم. يعكس اجتماع بروكسل مدى تنامي القلق الدولي من ازدياد توجه الجهاديين الفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين للالتحاق بصفوف المعارضة المسلحة، وأيضا من عودتهم إلى دولهم بعد اكتسابهم خبرات قتالية. عدد الذين يحاولون التوجه إلى سوريا والمشاركة في القتال في ازدياد برغم مقتل وجرح وأسر العشرات. اليوم ووفق العديد من المصادر فإن العدد وصل إلى حوالي 11,000 مقاتل من 74 دولة، واللافت أن 80% منهم هم من دول عربية أو أوروبية. فرنسا أعلنت خطة صارمة لمنع المتشددين من مواطنيها من التوجه للقتال في سوريا، ويقول وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز إن 250 فرنسيا يقاتلون حاليا في سوريا، بينهم 21 قتلوا. وغير بعيد عن فرنسا ففي بلجيكا ومنذ عام 2012 شارك نحو 300 شخص من مواطنيها في القتال الدائري في سوريا، 50 منهم عادوا فيما قتل 20. أما في بريطانيا فتشير الدراسات إلى أن عدد الجهاديين البريطانيين في سوريا يراوح بين 200 مقاتل و 1200 التحق معظمهم بصفوف جبهة النصرة وداعش. الخطر في بريطانيا يكمن في أن أكثر من 300 شخص ممن تلقوا تدريبات قتالية وتشربوا أصول الجهاد في سوريا عادوا إلى بلادهم. هذا الخطر يضاف إلى خطر تورط البريطانيات أيضا في مسألة الجهاد في سوريا، فصحيفة ديلي ميرور كشفت أن 10 نساء بريطانيات يقاتلن إلى جانب أزواجهن في سوريا. أوروبا والدول العربية ليست وحدها مصدر الجهاديين الأجانب في سوريا، فحتى من الدول البعيدة كجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا ودول أفريقيا يتوافد المقاتلون إلى سوريا. السلام عليكم. أهلا بكم من جديد. لا يزال العراق ينتظر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، وفي انتظار ما ستعلنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من نتائج تتواصل اللقاءات بين زعماء الكتل والتيارات السياسية لوضع اللمسات على التركيبة المقبلة التي ستحكم العراق. وما بين انتظار النتائج وتحركات التيارات السياسية جدد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تأكيد نيته تأليف حكومة أغلبية سياسية تغيب فيها المحاصصة الطائفية. مبدأ تشكيل حكومة الأغلبية السياسية ووضحناه كثيرا أنها لا تشكل كأغلبية قومية ولا مذهبية ولا طائفية، وإنما أغلبية سياسية يشترك فيها كل مكون أراد أن يشترك مع هذه الحكومة في تشكيلتها وواجباتها. وكذلك مبدأ الأغلبية السياسية لا يعني حينما تصل هذه الأغلبية إلى مرحلة تشكيل الحكومة أنها قد تستبعد مكوناً
أو مذهبا أو طائفة أو دينا من الأديان. العراق يحتاج إلى أن يكون الجميع موجود في مؤسساته التنفيذية والتشريعية، يعني لابد أن يكون المكون ممثلوه موجودون في السلطة التنفيذية والتشريعية. المالكي رفض التدخل في الشأن العراقي من قبل أي دولة. نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي دولة كانت، كما نرفض أن نتدخل في شؤونهم الداخلية، وهذه سياق سياسة مبدئية ثابتة. ومن مبادئ حكومة الأغلبية هو تطوير ثروات العراق وتصعيد العائدات والواردات من أجل أن تتحول ضمن سياسة رشيدة إلى الخدمات وعملية بناء الدولة. نريد دولة قوية متينة ضمن مفهوم المركزية واللامركزية التي نعمل بها. تصريحات المالكي تأتي والساحة الكردية تشهد جدلا واسعا يسيطر حول هوية المرشح لمنصب رئيس العراق، بعدما حسم الكرد خيارهم بتمسكهم بما قالوا إنه استحقاق للشعب الكردستاني. محمد كريم. التنافس بين مرشحي الأحزاب الكردية لتولي رئاسة العراق يرجح أن يكون حادا، لكن لا يبدو أن الكرد قد حسموا مواقفهم بعد إزاء الأسماء التي طرحها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي شغل رئيسه جلال الطالباني المنصب منذ العام 2006. إذا طرح برهم صالح أو نجم الدين في حركة في حزب الاتحاد الوطني ذاك الوقت، يمكن أن نقول الاختيار يمكن شخصا مناسبا، ولكن أكثر من برهم صالح بالأقليم. ورغم الانتصارات التي قال حزب الرئيس العراقي إنه حققها في الانتخابات التشريعية، إلا أن التقارب الأخير بينه وبين دولة القانون على ما يبدو حال دون حسم المنصب لمصلحته في نظر معارضيه. فؤاد حسين وهوشيار زيباري، فهاي الأسماء مطروحة حاليا على الساحة السياسية الكردية. أنا أستبعد أن الاتحاد الوطني الكردستاني يقدر يشكل الاتفاقية مع دولة القانون ومع سيد النور المالكي، لأن راح يضيع مصداقيته في إقليم كردستان. لا توجد في الدستور العراقي أي خط أحمر لترشيح رئيس الوزراء للمرحلة الثالثة أو الرابعة، لذا ليس لدينا الخط الأحمر على أي حزب من الأحزاب الشيعية أو العراقية. السليمانية. معقل الاتحاد الوطني الكردستاني دعمت الطالباني رئيسا للبلاد، أما اليوم فآراء الكرد في إقليم كردستان متأرجحة، والتقارب الكبير المحتمل لنتائج الانتخابات مع حركة التغيير سيصعب تقديم توقعات واضحة بشأن هوية الرئيس العراقي المقبل. وفيما يبدو أن الكرد حسموا خيارهم إزاء منصب الرئيس بوصف استحقاقا للشعب الكردي، إلا أنهم اختلفوا على من يشغل المنصب. باب للخلاف فتح قبل إعلان النتائج. محمد كريم أربيل، الميادين. ومن بغداد ينضم إلينا عضو كتلة الأحرار سيد فوزي أكرم ترزي. سيد فوزي، نسأل بداية عن تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي اليوم حول النية وتجديد الدعوة إلى تأليف حكومة أغلبية سياسية، بالتالي هل اتضحت مشهد أو صورة نتائج الانتخابات العراقية حتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا أهني وأبارك أبناء الشعب العراقي بنصرة أصابع البنفسجية والثورة البنفسجية، وهذه رسالة للإرهاب والإرهابيين وللعالم أجمع بأن ورقة الناخب أقوى من رصاصات الإرهاب، ولقد ولى زمن الانقلابات وصعود على الدبابة ودخول القصر الجمهوري واستلام السلطة وإعلان بيان رقم واحد، الآن زمن الثورة البنفسجية. نعم بالمئة أكثر من بالمئة 60 توجهوا إلى صناديق الاختراع من أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته وأطيافه من أجل إنجاح هذه التجربة الفتية والفريدة من نوعها في المنطقة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية نحن في انتظار نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي من المفوضية العليا المستقلة، الجهة الوحيدة يكون قراراتها وأرقامها باتة وملزمة ونهائية. أما هناك استطلاعات بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الجهات الإعلامية، هذه تخمينية إن صح
التعبير، ولكن بخصوص كيفية تشكيل حكومة أغلبية، نعم نحن كسياسيين في الساحة السياسية العراقية نتطلع بأن حكومة شراكة، ما يسمى حكومة شراكة في الدورة السابقة كانت محاصصة مقيتة إن صح التعبير، أخذت الدولة إلى الهاوية، والوحدة الوطنية أيضا فشلت فشلا ذريعا، ولهذا يعاني أبناء الشعب العراقي من إهمال، من إجحاف، من تهميش، من إقصاء، من عدم تردي الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والنفسي. الآن ينبغي أن يكون هناك حكومة أغلبية بمساهمة القوائم الفائزة، ويكون حكومة قوية ومعارضة قوية. دور المعارضة متابعة، مراقبة، محاسبة ومقاضاة عمل المؤسسات والوزارات والهيئات بشكل قانوني ودستوري. هذا ما معمول في كثير من دول الذين يؤمنون بالديمقراطية، يكون حكومة قوية بالمقابل معارضة قوية. الآن هناك مباحثات مكوكية، مباحثات، جلسات، لقاءات في أروقة مجلس النواب العراقي وبين الكتل السياسية من أجل الوصول، هذه كبدائية كتخمينية، لأن ليس هناك رقم نهائي عدد المقاعد لدولة القانون وللتيار الصدري وكذلك للمجلس الأعلى وبقية الكتل. نحن في انتظار سيد فوزي حول هذه اللقاءات التي تتحدث عنها اليوم، هناك نوع من التواصل بين كتلة المواطن وكتلة الأحرار التي تنتمي حضرتك إليها، ماذا يدور في الكواليس، على ماذا يتم الحديث اليوم بين الكتلتين؟ بصراحة نحن نضع المصلحة الوطنية العراقية العليا فوق كل اعتبارات، والحفاظ على وحدة العراق أرضا شعبا علما دولة وسيادة. حول ملامح المرحلة المقبلة، حول ملامح المرحلة المقبلة بين الكتلتين، على ماذا يتم الاتفاق؟ نعم، المرحلة المقبلة نحن نبحث عن آليات كيفية تشكيل حكومة أغلبية بمساهمة الكتل الذين يؤمنون بالعملية السياسية بشكل جاد، ونحن ضحينا في الدورة السابقة بست وزارات، نحن نفكر بعقلية الدولة لا نفكر بعقلية الحكومة، فلهذا نسعى الآن، لدينا عقلاء القوم، حكماء القوم، لدينا مستشارين قانونيين حقوقيين. هل تتفقون سيد فوزي على شخصية السيد المالكي؟ هل تتفقون مع رؤية رئيس الوزراء العراقي نور المالكي؟ نحن مع التغيير في هيكلية الدولة، في هيئات الرئاسية الثلاثة، في تغيير الوجوه، في أبجديات، في أيديولوجية، في عمل ومنهاج الدولة والحكومة، لأن 8 سنين السابقة فشلوا فشلا ذريعا في تقديم الخدمات لأبناء هذا الشعب المظلوم الذين يعانون بلد البترول من الجهل ومن الفقر ومن البطالة وجيوش من الأرامل وعدم إيجاد فرص العمل وتردي الوضع الصحي والتربوي والنفسي والأمني للأسف الشديد. طيب سيد فوزي، سؤال أخير، هناك خلاف كردي اليوم، إلى أي مدى ممكن أن يؤثر ذلك على المشهد أو على خريطة السياسية العراقية المقبلة؟ بصراحة أقليم جزء لا يتجزأ من العراق، الخلافات الموجودة في بغداد أيضا موجودة في الأقليم، ولكن هناك كتمان إعلامي وهناك نوع من الحفاظ على كينونة ما يسمى بالكردستانية، ولكن أثبتت الانتخابات الأخيرة نزول بقوائم متعددة التغيير والتحالف الوطني وكذلك ديمقراطي والكردستاني، الآن بصراحة منذ أكثر من 6 أشهر لم يتمكن من وصول إلى تشكيل الأقليم ورئيس الأقليم وتسميتها، ولكن نحن الآن في ترقب نتائج الانتخابات لكي نتمكن إنقاذ هذا الشعب المظلوم من هذا المنزلق الخطير، والجميع أمام امتحان عسير من درس الوطنية لكي يثبتوا للعراق وللعالم وللأبناء الشعب العراقي من هو الوطني الصحيح ومن يتاجر باسم الوطنية. وفي كتلة الأحرار هناك رجال أشداء قادرين على إدارة البلد بالشكل الأمثل وإنقاذ هذا الشعب المظلوم. طيب سيد فوزي، من الأسماء المطروحة الآن، هل تمخضت لديكم تسميات غير المالكي؟ بصراحة هناك أسماء ورجال كثير سواء في كتلة الأحرار وسواء في المواطن أي مجلس الأعلى وكذلك في بقية الكتل، حتى في داخل دولة القانون هناك أسماء بارزة، عقلاء القوم، حكماء القوم، لهم باع طويل في النظام، في النضال والمعارضة، وأمثال كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا أريد أن أسمي المسميات، ولكن أنا على يقين بأن العراق
العراق تنجب رجال أشداء يتمكنون تخطي المرحلة العصيبة، لأننا تمكنا من إخراج آخر جندي للمحتل من أراضينا، نتمكن البناء ونفتح صفحة جديدة ويكون الدورة المقبلة عام بناء بمساهمة ومشاركة الجميع. نحن نأمل ذلك أيضا. السيد فوزي أكرم ترزي عضو كتلة الأحرار حدثنا من بغداد، شكرا لك. أما الآن فجولة على بعض عناوين الصحف العراقية مع الزميلة بيسان طرف. السلام عليكم. نستهل عناوين الصحف العراقية لهذا اليوم مع صحيفة الزمان. نقرأ في عنوانها الأول: المفوضية تنفي وجود خروقات في فرز أصوات كركوك. البصرة: متظاهرو البديل المدني يرفضون ترشيح العجمان عوضا عن الدوسري. نقرأ في العنوان الثاني: المالكي يصر على حكومة أغلبية سياسية. إلى صحيفة الصباح وفي عناوينها: المالكي: الأغلبية السياسية تضم جميع المكونات. انتقد تعطيل إقرار القوانين في مجلس النواب. وفي عنوانها الثاني نقرأ: داعش يحرق مزارع الحنطة، مقتل واعتقال العشرات من التنظيم بينهم 33 عربيا. من صحيفة الصباح إلى صحيفة العالم وفيها: مسيحيون يتهمون منظمات عالمية بتهجيرهم بالتواطؤ مع دلالين ومسلحين، طالبوا السلطات بإجراء تحقيق جاد وسريع. نبقى مع صحيفة العالم: ناشطو مجتمع مدني تجربتنا لم تنضج بعد وتنطوي على مشكلات أحجم عن كشف مصادر تمويلهم. إلى صحيفة المدى نقرأ في عنوانها الأول: القوى الكردية ننتظر مرشحا شيعيا مقبولا وتشكيل الحكومة سيرسم سياسات الإصلاح. الاتحاد الوطني يؤكد أنه لن يتحالف مع قوى من خارج البيت الكردي. الفلوجة تتساءل عن التهدئة في الأنبار، كيف تنفذ بحكومة تصريف أعمال؟ الاتفاق الأولي تضمن طلبا للتحقيق بالظهور المفاجئ لداعش. نقرأ أيضا في صحيفة المدى: العراقيون يتحدثون عن غرف العد والفرز، البطء قاتل ونريد مشاهدة الحاسبات. المفوضية: إدخال البيانات يتم لمرتين وبواسطة أكثر من شخص. أخيرا إلى صحيفة البيان وفي عنوانها الأول: المالكي: الأغلبية لا تستبعد مكونا والحوارات بدأت. وأخيرا حزب طالباني: ليست لدينا خطوط حمراء تجاه أي شخص لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. هذا أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العراقية لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. والآن إلى أخبار اقتصاد سوريا والعراق مع الزميل عبدالله الظاهر. عبدالله مساء الخير دينا. تفضل. شكرا. السلام عليكم. طالبت منطقة قرة تبة شمالي محافظة ديالى بتعزيزات عسكرية لمواجهة حرب إحراق القمح التي يشنها تنظيم داعش على محاصيل المزارعين. وتعتمد قرة تبة على الزراعة، حيث يمتهن نحو 70% من سكانها الزراعة كمورد أساسي. عضو مجلس محافظة ديالى عمار الجبوري قال إن تنظيم داعش أحرق نحو 700 دنم من محصول القمح، مطالبا السلطات بتجاوز الآليات الروتينية المعقدة وتسريع عمليات الحصاد قبل انتقال حوادث الحرق إليها. كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكمش بنسبة 40% منذ بداية الأزمة. انكماش رفع معدلات البطالة إلى 50%، وخفض نمو الودائع المصرفية من 18% إلى 8% سنويا. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الودائع بقيت كافية لتغطية احتياجات التمويل، وأن الاحتياطيات لا تزال كبيرة فيما كان التأثير المباشر على القطاع المصرفي محدودا. التقرير أشار إلى أن الأزمة السورية أدت إلى تخفيض واردات العراق سواء من سوريا أو عن طريقها. كشف مدير عام المصرف العقاري السوري أحمد العلي أن المصرف تلقى نحو 220 طلبا لجدولة قروض المؤسسات الاقتصادية المتعثرة عن الوفاء بالتزاماتها المالية جراء الأزمة التي تضرب البلاد. واعتبر العلي أن تنفيذ قرارات الجدولة بعد صدورها للمتعثرين سيسهم إلى حد كبير برفع سيولة المصرف وسيخدم النشاط المصرفي. سيولة المصرف العقاري ارتفعت إلى 25%، وهي قريبة من المعايير التي حددتها تعليمات مجلس النقد والتسليف.
سوريا تعاني شحا مائيا، الكلام لوزير الموارد المائية السورية بسام حنا الذي قال إن شح المياه كبير وقاس هذا العام نتيجة الظروف المناخية التي سادت البلاد وانحسار الأمطار التي لم تصل إلى مستوى المعدلات السنوية. حنا أكد ضرورة ترشيد استهلاك المياه ولا سيما في العاصمة دمشق نظرا إلى محدودية مصادر المياه وتوفيرها للحفاظ على المخزون الجوفي والسطحي الاستراتيجي، ولا سيما أن العجز المائي السنوي يبلغ 1,500,000 متر مكعب. بلغت الإيرادات الإنتاجية لمرفأ اللاذقية خلال العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغت عام 2012 نحو 1,700,000,000 دولار، ما يؤكد أهمية موقع مرفأ اللاذقية الاستراتيجي كبوابة رئيسة للتجارة البحرية. مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية حاتم المحمودي أشار إلى أنه وبالرغم من الحظر الاقتصادي القائم وتحديات الأزمة لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بالنحو الذي تأثرت به بقية القطاعات سواء الخدمية أو الاقتصادية. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية سورية عراقية، نشكر لكم حسن المتابعة. الموعد يتجدد عند 6:30 مع الاقتصادية المفصلة. عودة إليك دينا. شكرا لك عبد الله. شكرا. والآن إلى العناوين. الميادين في وسط حمص القديمة بعد خروج المسلحين منها والمساعدات في طريقها إلى بلدتي نبل والزهراء. استهداف الآثار التاريخية في سوريا متواصل والمسلحون يفجرون فندق الكارلتون الأثري. نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي دولة كانت، كما نرفض أن نتدخل في شؤونهم الداخلية. المالكي يجدد تمسكه بتأليف حكومة أغلبية سياسية والمشاورات متواصلة بين التيارات السياسية لرسم معالم مرحلة ما بعد الانتخابات. ختاما نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.